محمد. السيد مسكين كان كيصيد بالجرف من تحت منو التراب بغى يجبدو داك التراب باش يخلطو مع السردين وداكشي، مشى مسكين بغى يجبدو هود عليه داك امر الله شد كتاب عليه ما كتاب الحالة ديالو رجليه بجوج كتافو كلشي ما فيه ما يشال السيد، عتقنا تكاتفنا معاه تجرينا من تحت داك التراب وداك الحجر حيدنا عليه وجاو السلطات هما راه تكاتفو تا هما قاموا بالواجب ديالهم مشكورين تا هما على هاد العمل اللي قاموا به. حنا شوف هادشي هذا واجب علينا، هادشي اللي كنديروه حنا واجب علينا، ما تيخلصنا عليه حتى شي واحد، الله سبحانه وتعالى هو اللي تيخلص، هادشي واجب علينا وعلى اي مواطن، خصنا نتكاتفوا، نديروا يد بيد، ما خصناش نتفرقوا، اي واحد خصك تمد ليه يد العون. تكاتفنا والسلطات هما مشكورين قاموا بالواجب ديالهم، وزينا وراكم شفتوا كيفاش الحاله كيفاش دايره، رجليه شويه واكل فيه نطاق مسكين، رجليه شويه هذاك الحجر اللي كان نزل عليه حجر كبير. هنا كنا واقفين قدام الشركه ديال اونيمير رفقة اعوان السلطه وبعض الاخوان من القوات المساعده، حتى كنتفاجئوا بواحد الشخص جاي كيجري كيغوت كيقول لنا واحد الصياد راه طايح عليه قصبه هنا ورا الوزين. باتنا تنجريو فعلا جندوا الاخوان لا القوات المساعده ولا اعوان السلطه ولا مجموعه من المتطوعين، لا هذيك الصخره اللي شفتها تقول خاصها شي تراكس ولا شي حاجه باش تهز، وربي عطى القوه للجميع وعتقوا هذاك الصياد اللي اليوم هو تصاب بكسور على مستوى الفاخذ الركبه الساق. هادو هما الناس تاع الجنوب، وهاكو كيفاش خاصنا نهضروا على الناس تاع الجنوب، ما نقولوش دول الناس تاع الجنوب راه كيديروا شي حوايج اخرى، ما ندخلش في الموضوع وكل شيء فاهم. الناس تاع الجنوب هما هادو، الناس تاع الجنوب معروف عليهم التآزر التكافل كيتعاونوا مع بعضياتهم، هادو هما الناس تاع الجنوب وهذه هي الصوره ديال الساكنه ديال الجنوب. ومن هذا المنبر احيي ساكنه الجنوب على التضامن ديالها ونقول لهم مزيدا من التضامن ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.